السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الحبيب. تفضل. عايز أسألك، والدتي نذرت نذر لو أقامت من العملية، هي كانت عاملة عملية فقامت من العملية بسلام، أن تذبح خروف. نذرت أمك نذرا إذا قامت من العملية الجراحية بسلام أن تذبح خروفا. تمام. وبعد الخروف يأكل منه أهل البيت أم لا؟ إذا قيدت أنني سأوزعه للفقراء لا يأكل منها البيت، إذا أطلقت جاز. لم تقيد. جاز إذا أطلقت. يعني نأكل منه أهل البيت. يعني المرة الثالثة يعني. شكرا. شكرا يا حبيبي.